قالوا فين الكلام وقالوا اللي ما يفقل عملوا بينا الطريق تخواد وقالوا ما عندي أقل هادو غير قالوا فين. السلام عليكم، معكم وليد الدريب السلحق من مجموعة درب الليل مدينة طنجة. صراحة هي فكرة الراب يعني جات واحد المرحلة الطفولة كنا يعني باقي صغارين كنخرجوا ديك الإحساس ديالنا كنحاولوا نكسبوا كنحاولوا نسجلوا والحمد لله تعمقنا في ديك الشيء هذاك والحمد لله حنا وصلنا اللي حنا فيه دابا يعني بين الاحترافية وبين الهواية. ماشي خاطري نهز الماضي قلبي قاعي وماشي راضي وأنا كنشوف راسي سالف في ندنو. الصراحه السلحق اولاد الدائل بصفه عامه كتحاول تختار مواضيع اللي هي في الشارع العام، مواضيع اللي هي شويش عليها واحد الغموض، مواضيع اللي ما كيسترقوا لها شي بزاف ديال الناس. كنحاولوا مثلا بحال اللي قلنا مثلا طنجة كولومبيا كنهضروا على بزاف ديال المواضيع، مثلا قلنا كول ذا كابس يعني كنعالجوا فيه شي مواضيع اخرين، يعني كاين بزاف ديال اغاني ديالنا ولا بزاف ديال فيديو كليبات يعني كيعالجوا شي مواضيع اللي هما غامضه، شي حاجه اللي ما كيعرفهاش العامه، يعني شي حاجه اللي في الشارع العام وما كيعرفهاش العام. اللي بكعبت صدع علاش حاربنا العنصريه بالشحط الطق في السكات والتلاوش بين الدروبه زايدات دعين السما ربي اللي هالم بيهم بوحدو يسقي. هي صراحه من ناحيه ناسبيراسيون ولا من ناحيه الموسيقى ديالنا الحمد لله كنبداو ازيرو، يعني في الاستوديو كيكونوا معنا دي بيس ماكر فحال الزهيري فحال الاي ام بيس فحال اكس 1 كنبداو من تما، يعني هذيك هي ناسبيراسيون كتبدا من نقطه الصفر كيكومبوزيونا الانسترومنتال كنسمعوا ديك النوطات كنسمعوا ديك الشيء من تما كيجي كلام من تما كيجي ديك لافوا من تما كيجي ديك الميساج من تما كتجي ناسبيراسيون، ماشي بحال غنسمعوا مثلا وغنصنعوا فحاله، لا المرة ماشي التقليد نحن ولا انا غير بانه خطيت للجديد. الصراحة اش غادي نقول لك، هو من ناحية الراب في الشمال يعني الاعوام الاخيرة كنشوفوه مزيان، يعني الحمد لله احنا كنشوفوا باللي كاين تطور كاين الدراري كتخدم يعني بكثرة، يعني كاين بروجيس بزاف كاليتي مزيانة لا من ناحية الصوت لا من ناحية الصورة مزيان، يعني نعم الحمد لله الدراري خدامين مقارنة مع الاعوام اللي فاتوا، يعني الدراري شوية كانوا ناعسين دابا الحمد لله مزيان الامور ماشية بسهلة. غيموتو كاملين في الزنقة واحد واحد غامقة وحنا اللي حاكمين طريق طويلة خليهم ينبحو واخا يبغيو يديرو معانا ما عمرهم يربحو حنا اللي تحنا وعاودنا وعلينا بالسيتي حيت واخا تكون كاليتي سيب باش تكون مونطاليتي. الصراحة الراب حنا كنبغيو نوصلوا شي رسائل كنبغيو نوصلوا مبادئ ديالنا كنحاولوا نشاركوا الناس الاحاسيس ديالنا كنحاولوا نقولوا لهم باللي مثلا يبعدوا من الحاجات السلبية يعني يتبعوا فهمتيني المسائل الايجابية يحاولوا مثلا يقراو يحاولوا يتريضوا يحاولوا يصليوا يحاولوا يعني يصلوا في الودين ديالهم يحاولوا يعملوا اي حاجه ايجابيه ويبعدوا من السلبيات، ماشي حتى يطيحوا في الغلط عادي يستافدوا، يحاولوا يديو العبره من الناس اللي فاتوا يديو العبره من الاغاني اللي كنخرجوا ويكون غير خير ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.